عودناكم دايما بنحتفل بنجوم النادي الاهلي وبابطال النادي الاهلي، حققوا بطوله مهمه جدا، بطوله منطقه القاهره. معانا الفريق ككل بيهدوا الكاس لجمهور النادي الاهلي. انا عايز اقول لحضراتكم ان واحنا واقفين بنتفرج على المزيكا ونتفرج على جمهور النادي الاهلي، في بعض من اللعيبه كانوا بيغنوا الاغنيه مع الجماهير، حاجه جميله جدا، وهي دي روح الفريق اللي موجوده واللي باينه في هذه الحلقه. نجوم النادي الاهلي رجال السله تحت 18 سنه، بشكرهم بشكل كبير جدا، ووعدونا وعدوا كل جماهير النادي الاهلي. معانا كابتن علي ومعانا كابتن ماجد المدير الفني والاداري وكل النجوم الجمال اللي هيمثلوا ان شاء الله قوام كبير جدا مش بس النادي الاهلي ولكن للمنتخبات القوميه. برحب بيهم كلهم مره ثانيه زي ما حضراتكم شايفين، مع الداوي توبجي عمر كابتن ماجد كابتن علي وكابتن زياد وبودي. بودي النهارده كان بيضحك بشكل كبير جدا ولكن عمر نفس الحاجات. بلاي ميكرات ما شاء الله يا كابتن، يعني كابتن روحهم حلوه. لا جمال، هم جمال يعني. طيب كابتن علي، عايزين برضو كلمه ثانيه للمشاهدين نادي الاهلي وطبعا كل الجماهير اللي كنا بنوري اللعيبه الصغيرين يعني ايه جمهور النادي الاهلي وحضوره في المدرجات. طبعا انا بشكر جماهير النادي الاهلي شكر كبير جدا، وبوعدهم زي ما باقي الفرقه وعدتهم ان احنا ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر وهنحارب لحد الاخر اللي احنا ندخل بطوله الجمهوريه ان شاء الله تحت 18 سنه النادي الاهلي السنه دي. البطولتين دول فعلا كانوا غايبين عن النادي بقى لنا 3 سنين او 4 سنين، فان شاء الله اوعدهم ان شاء الله وابقى مع حضرتك ان شاء الله في شهر باذن الله. انا احتفل بكابتن ماجد برضه، عايز ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بنقول لجمهور النادي الاهلي انتوا معانا على طول، والنادي الاهلي طول عمره بيلعب على المركز الاول وان شاء الله هنحقق المركز الاول باذن الله. كابتن زياد كابتن الفرقه، كلمه جمهور النادي الاهلي. بشكر جمهور النادي الاهلي كله على مساندتنا في كل الماتشات وعلى السوشيال ميديا وفي كل حته، ومن غيركم فعلا ما كناش هنكسب. طيب انا قبل الختام بس كان عمر بيغني الاغنيه بتاعه جمهور النادي الاهلي، عايز اسمعها منه قبل ما نبدا. عاوزين بقى ايه كله يغنيها؟ لا ده خلاص كده كده الجمهور مستنيه. الوعد هم هيغنوا معاك. يلا ها غني حلق عالي يا نسر الاهلي. ايه يلا طب عايزين المزيكا تنزل هم هيغنوها معاك. ها حاجة عظيمة في الحياة.